من بالغ الإدراك حبيت اجعل ايامي فداك والأهل والأملاك ومن في الكون فداك انت وابوك لا عاش من غتاك وعمري يا ولد عمي جباك والله ما ننساك حتى لو نسيك ابنك واخوك مشتاق في لقياك ولكن للأسف وجدي غتاك مثل الوجع لا جاك جاك الضيق وازداد الحكوك واحنا على فرقاك نتألم وشوقي من يراك ساعة انا وياك ونبعد كل من فيه الشكوك. زامل كلمات الشاعر صدام عبد الكريم الهردي والشاعر ابو العنود مرسل للوالد الفاضل الشيخ ناجي عبد الله محمد الهردي. تم التسجيل في تسجيلات الفائز ابو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظه. شاركنا بعز العود ابو خليل عبد الفرحان وبليقع زبيد عبد الفرحان. من بالغ الإدراك حبيتك على أيامي فداك والأهل والأملاك ومن في الكون فداك أنت وأبوك لا عاش من غثاك وعمرك يا ولد لا عاش من غثاك وعمري يا ولد عمي جابك والله ما ننساك حتى لو نسيك ابنك واخوك. مشتاق في لقياك ولكن للأسف وجدي غثاك مثل الوجع لا جواك جاك الضيق وازداد الحكوك واحنا على فرقاك نتألم وشوقي من يراك ساعة أنا وياك ونبعد كل من فيها شاكوك ساعة أنا وياك ونبعد كل من فيها شاكوك. جواب الشاعر فارس ناجي عبد الله الهردي على زامل الأخ صدام الهردي أبو همام. يا ليها لك لا اخترت غيرك او نآمن بالشاكوك ما جاء عليكم جوك انا مثل القدر واصل معك فيني حماك الله يا تاج الصلاطين والملوك لا عاش من عداك وحنا جانبك نصنع سلاك أبي واخاك وولاد عمك جانبك يا حيدابوك أبي واخاك وولاد عمك جانبك يا حيدابوك. للتواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 771-69-4090 أو 711-11-5-0-490.